السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم عندنا شرح على السريع طريقة التصدير من كلو 3D إلى بلندر، طبعا تصدير المانيكان مع الملابس مع الانيميشن. طبعا زي ما تشوفون عندنا هنا انيميشن مسجل، فهذا الانيميشن نبغى نسوي له تصدير. أول شيء نروح عند UV، راح تطلع لنا الملابس زي كذا، نختار هذه، من هنا نختار رقم 10 وأيضا نضغط هنا، خلاص تمام نسوي إغلاق. الآن نصغر هذه شوي ونضغط على اليمين ونختار هذه، نسوي موافق. الآن راح نصدر جميع هذه الخامات، من هنا راح نختار مكان الحفظ اللي نبغى نحفظ فيه خامات، أنا راح أحفظهم بالملف هذا، راح أسجل الاسم وبعدها نحط حفظ. من هنا مقاس الصور 4K، من هنا نتأكد أننا مختارين 10 وأيضا نسوي صح ونسوي حفظ. طبعا هذه الخامات عندنا موجودين محفوظين. الان بعد ما خلصنا نسوي اغلاق، الان نروح على الانيميشن، راح نلقى عندنا الانيميشن محفوظ، نتاكد ان حاطينه على اول شيء، نسوي ملف تصدير، نختار هذه، نتاكد من مكان حفظ الملف عند المكان اللي نبغى نحفظ فيه، نسمي الملف، نسوي حفظ. الان هنا نختار هذه، نختار هذه ايضا، نحط صح هنا، هذول نخليهم، نشيل الصح من هنا، وهنا الافاتار نسوي له صح ونختار هذه، الباقي نفس الشيء موافق. خلصنا من كلو، ننتقل الى بلندر، نحذف المكعب، نروح عند ملف استورد، نختار هذه، بعدها نختار ملف اللي حنا حفظناه، من هنا نتأكد من تغيير الحجم 0.001 وبعدين نختار فتح. طيب الآن عندنا الانيميشن لكن بدون خامات، راح نشوف الحين كيف ندخل الخامات. أول شيء طبعا نروح عند UV وبعدين نتأكد أننا محددين فقط الملابس، ونختار بالكيبورد تاب وبعدين A. تمام جاء عندنا UV، خلصنا من UV نروح هنا علشان ندخل الخامات. أول شيء نتأكد أننا مفعلين شيء، نروح من هنا بعدين نختار آخر واحدة وبعدين نختار هذه، وبالبحث نبحث عن نود ونتأكد أننا حاطين صح هنا، وبعد ما نحط الصح نضغط على حدث وبعدين نسكر. نجي هنا لما نكون محددين اللبس نحط جديد، والآن هذه محددة بالبرتقالي راح نضغط عليها عشان تكون محددة بالأبيض، وبعدين بالكيبورد راح نضغط كنترول مع شيفت مع تي جميع. تمام راح تفتح هذه، راح نروح على نفس الملف اللي حفظنا فيه هذولي، راح نحددهم جميع PBR ونضغط فتح. الآن طلعت عندي الخامات، باقي شيء واحد اللي هو الشفافية، زي ما تشوفون هنا عندنا اللبس شفاف، فنتأكد اننا محددين اللبس، نروح من هنا ننزل تحت عند إعدادات نختار هذه. تمام الآن ضبطنا الشفافية، باقي لنا خامة المانيكان، راح أختار المانيكان وأحدد هذه، راح أنزل تحت أيضا وأختار الكعب وأحدد نفس الخامة حقت المانيكان، ومن هنا خلاص بعد ما حددتهم أقدر أغير اللون، لكن أنا راح أخلي لونهم أبيض، ومن هنا نروح نضغط هذه، خلاص كده خلصنا. حتى لما نختار الرندر راح تبان عندي الخامة.